ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج اللامولاتي، ومعنا الدكتور عرباوي عبد الصمد اخصائي في امراض النساء والتوليد بالمجمع الطبي الوفاق بتمارة الرباط. اهلا بك دكتور. اهلا اخت سناء، اواشر مباركه بالصحه والسلامه ان شاء الله، ومشكور جدا على المجيء ديالك والحضور ديالك وعلى النصائح اكيد اللي غادي تقدم لكل المستمعات. اليوم غادي نتكلموا على اضطرابات في الدوره الشهريه، وتنعرفوا دكتور على انه المشكل ديال اضطرابات الدوره الشهريه يعني ما كتعانيش منها فقط يعني المراه المتزوجه، وإنما من البلوغ الفتاة، وكتكون اضطرابات يعني ديال الدورة الشهرية اللي ربما ما تنعرفوا يعني المشاكل ديالها حتى يعني في الوقت ديال الزواج، يعني في الوقت ديال ملي كنفكروا في الإنجاب. فشنو كنقصدوا بالاضطراب في الدورة الشهرية؟ كنقصدوا بالاضطراب الدورة الشهرية، أولا خاصنا قبل ما نجاوب السؤال نعرفوا شنو هي الدورة الشهرية. الدورة الشهرية هي نزول الحيض مرة في الشهر، في الغالب كتكون كل 28 يوم، يعني الدورة العادية تكون اختلاف تقريبا ديال أسبوع ما بين 21 يوم حتى 35 يوم. اضطرابات الدورة الشهرية هي جميع الاضطرابات اللي كتهم النزيف، يعني يا إما هذا النزيف هذا يقدر يكون كثير جدا أو يكون متقطع، وما بين النزيف والنزيف يعني ما بين الحيض والحيض يكون واحد النزيف. بعض الأحيان كيكون مصحوب واحد الآلام اللي كتكون يعني كثيرة بزاف. بعض الأحيان تكون مصحوب بعض الأعراض أخرى، يعني صداع في الرأس والآلام وبعض التغيرات النفسية اللي عند السيدة، يعني التوتر والانزعاج والقلق. وبعض الأحيان تكون انقطاع الدورة الشهرية. كنعرفوا بأن الدورة الشهرية كتبدأ عند بلوغ الفتاة. عند بلوغ الفتاة في الأشهر الأولى أو في السنتين ماكسيموم الأولى قدر يكون واحد اضطراب للدورة الشهرية، لأن باقي داك لو سيستيم اللي كينظم الدورة الشهرية باقي ما نضش، يعني من بعد سنتين عاد باش كنتقلقوا لأن الدورة الشهرية كتكون بطريقة غير منتظمة. وكاين حتى المشاكل اللي كتوقع للسيده من بعد، يعني كتصل. اذا سمحتي دكتور قبل ما نتكلموا على المشاكل ديال الدوره الشهريه، كيفاش يعني نفرقوا ما بين الاعراض ديال الدوره الشهريه العاديه وما بين الاعراض ديال الدوره الشهريه اللي فيها مشكل؟ كيف ما قلتي احيانا كيكون نزيف حاد يعني كثير، احيانا كيكون الام، احيانا كيكون لون ديال الدوره الشهريه يعني مايل يعني للسواد، احيانا كيكون تاخر ديال الدوره ولا نزيف اولا تقطع ديال الدوره، فكيكون واحد الخلط ما بين الاعراض. الخلط نقدر نفرقه باش نعرفوا، يعني خصنا نعرفوا شنو هي داك النزيف امتى يكون عادي، يعني كي المده ديال النزيف كتكون في الغالب ما بين يومين ثلاث ايام الى سبعه ايام، هذا الطبيعي العادي. الكثره ديال يعني الكميه كتكون تقريبا واحد ما بين 30 حتى 70 مليلتر، وهذه الكميه هذه صعيب باش نعرفوها بالضبط، لان كيكون واحد يعني التقييم تيكون ماشي موضوع، يعني السيده كاين السيده اللي كتجيها الدم ربما ما كثيرهش بزاف وكتجيب ليها الله بانها كتجيها كثيره بزاف، لان ما يمكنش ما كتوزنش هذاك سميتو. باش كنعرفوا واش هاد الدم حنا كثيره بزاف ولا لا، كاين بعض العلامات، يعني كتجيب واحد الدم كتكون مكبده بزاف او كتؤدي الى في المثال الى 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 فقر الدم. دونك هذه هي هما. واذا كانت مثلا الدوره الشهريه كي صاحبها مثلا الم حاد، يعني ماشي الم عادي يعني نعم اللي كيصاحب، نعم اذا كان هذا الالم الحاد وفي الغالب ديك الالم تيكون الى ما كانش يعني كيطول بزاف، يعني كيبدا مع الدوره الدمويه مع الدوره الشهريه ومن بعد يومين ثلاث ايام يعني كيمشي، في الغالب ما تيكونش واحد السبب اللي عضوي. الى كان كيجي حتى كتبدا الدوره الشهريه واحد يومين عاده باش كيجي وكيطول وربما بعض الاحيان كتكون الدوره تيكون هذاك ما كاينش ذاك الالم بصفه نهائيه وكيظهر من بعد، يعني كيظهر من بعد وكيبقى غادي وكيتاقرب، يعني كل يعني من شهر لشهر كيزاد وكيولي صعيب. هنا كنقولوا ربما كاينه اسباب عضويه. وبالنسبه للون مثلا ديال الدوره الشهريه، فوقاش نردوا البال ويبان لنا لانه راه كاين مشكل ولا كاين عرض اللي يعني خاصنا استشاره طبيه؟ كيف ما قلت دابا، الا كانت الدم حمراء بزاف ومعها التكبد ديال كثير الدم، يعني الطريفات يعني انها كثيره بزاف، هنا كنقولوا هاد الدم قدر تكون يعني غير طبيعيه وغير عاديه. الا كانت الدم
قليله بزاف، كيكون اللون ديالها بني، كتكون يعني يومين وثلاث ايام، ولكن قليله بزاف. هنا راها غير طبيعيه، لان اللون بني يعني بان ما كاينش واحد التدفق اللي كافي ديال الدم، وهذاك الدم يعني كيتجمع في المهبل وما كيخرجش وكيتحول اللون ديالو. راه نقدر نقولوا ربما كاين مشكل. واذا كان مثلا يعني اللون يعني اللي هو مايل للسواد، احيانا احنا يعني بالدرجه تنقولوا ربما البرد. لا، هذه المسألة هذه غير طبية، غير غير واردة. في الغالب ملي يكون البرد يعني 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 انت قصدتي به المشكل ديال الميكروبات ولا شي حاجه، في الغالب ملي كيكون شي ميكروب ولا شي حاجه في الغالب كيؤدي هذا لواحد الدم اللي كتكون كثيره بزاف اكثر من ان الدم تكون يعني اللون ديالها يكون قليل. غادي نمشيو دكتور للاجابه على تساؤلات كل السيدات اللي كيتواصلوا معنا دائما على 0522 46 52 51 52. معنا اول مكالمه فتيحه من المحمديه. الو فتيحه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك علينا وعليك، شكرا. الله يخليك، بغيت ندوي مع الدكتور. اي مرحبا اختي. انا كانت تجيني لي غير تجيني شي 13 يوم ما فتقطعش مجهده. مشيت عند الطبيب قال لي عندك ان فيبرون. قال لي خاصك ديري استخلاص الرحم. انا خفت. شحال السن ديالك يا لاله؟ 53 عام. 53 سنة. هذا الفيبروم اللي عندك فين كاين الموقع ديالو؟ واش يعني في الرحيم الداخل في الجوف ديال الرحيم أو تيقول لي في الداخل؟ كاين لي الطبيب في الداخل هو اللي تيدير لك لي غيكل. دابا كاين جوج الأنواع ديال يعني مع العموم جوج الأنواع ديال لي فيبروم، كاين تيكون الداخل يعني في يعني نقدروا نستأصلوه عن طريق المنظار الرحمي يعني بلا ما نزولوا ليتيريس يعني الوالده يعني اسمه يعني الرحيم. وكاين الفيبروم اللي تيكون في عضله الرحيم، هذاك ما نقدروش نزولوه عن طريق المنظار الرحمي. المهم المشكل ديال الا ما قمناش بازاله يعني قمنا فقط بازاله الفيبروم ممكن المشكل يتحل، ولكن ممكن من بعد يرجع هذا المشكل. كاين واحد يعني لو ريسك ديال تقريبا واحد 10% من بعد 5 سنوات يعني انه يرجع، وان المشكل يبقى المشكل كاين ونضطروا مره ثانيه باش نديروا عمليه اخرى لاستئصال الرحيم. دابا الله يخليك، دابا انا عقلت تمشي 8 شهور عاد تجيني 3 شهور عاد تجيني، ملي تمشي لي عقلت تنقول صافي راني نجحت، ملي تجيني اون فوا اخرى تجيني تنقول صافي خصني نشوف الطبيب. هذا الفيبروم واش كان عندك قديم ولا عيد يعني اكتشف يعني غير جديد؟ دابا شي 3 سنين بس كشفت شو قال لي عندك فيه شي 4 سنتيمتر. المهم الفيبروم معروف الدواء ديالو، الا ما قدرتش الا ما كانش الادويه يعني الادويه اللي كتوقف الدم الا ما كانتش كافيه خاصنا نعملوا الجراحه. الجراحه كاين جوج انواع ديال الجراحه، كاين استئصال الرحيم وكاين استئصال على حسب هذاك الفيبروم مثلا كيفاش الفيبروم فين كاين على حسب السن ديال السيده. اول لان السيده اللي عندها يعني اطفال عندها اطفال وعندها يعني من بعد 50 سنه يعني مينوبوز، هنا من الاحسن كنستأصلوا الرحيم وكنخليوا المبيضين. علاش؟ لان المبيضين كيسكتوا يعني كيفرزوا بعض الهرمونات، وكما قلت نخافوا من ان المشكل يعاود يتكرر. اذا كنجاوبنا على فتيحه، ناخذوا مليكه من الرباط. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله مليكه. ما يخليك، بغيت نسقسي الدكتور. اي تفضلي. عندي لي كيس في لوسان ديالي فيهم الماء. كنت معين بان هذه 8 شهور باش بان لي دابا طالعه في 9 شهور. وكنت مشيت عند الطبيبه وداك الشيء وعطاتني درت الماموغرافي. قالت لي فيهم غير الماء. جوج اللي باينين ياسي. ومشيت درت الماموغرافي ودرت الراديو برا وقالوا لي بان عندي بزاف هما بزاف، وخرج لي الماموغرافي اف بي ار 2. نعم. شحال السن؟ ار 2. وعاد قالك رجعت عاوتاني لطبيبه واحده اخرى قالت لي هذا زعما كيمشيو بوحديتهم. ما قالتش لي عاودي ديري لا كونترول لا والو. المهم انا ملي كنقيس دابا ما كيبانوش، ما بقاوش كيبانو. نعم. ومشيت درت كونترول وهذا قالت لي راه باقي، دارت لي داك ليكوغرافي قالت لي باقيين داك الجوج كاملين وباقي نفس الحجم. نعم. شحال الا سمعت مليكة شحال السن ديالك؟ سولك الدكتور. انا السن ديالي دابا درت 40 عام بالضبط. وقالت لي هذا الا بقاو زعما من الاحسن مقسمه بغيتي تجي اجي نحيدهم ليك. وما عرفتش دابا مديرونجي، ما عرفتش نحيدهم فعلا ولا كل واحد باش شنو كيقول لي حيديهم، كاين اللي كيقول لي غيمشيو راسهم.
نعم. كل واحد كيقول طبيعي الحال. اولا هاد اللي كيسهدوا اللي عندك انت عندك على 40 سنه، وبالنسبه للماموغرافي ليكوغرافي قال لك اسي ار 2 اسي ار 2 ما كيداش كونترول الا من بعد سنتين. اذا هذه من جهه ثانيه، الا كانوا هاد اللي كيست يعني ما كاين لا الام لا حتى شي حاجه، يعني تخليهم بلا ما تحيديهم بلا ما تزوليهم بلا والو، انه يقدروا يرجعوا. يعني هذا ماشي نحيا سيدي. نعم. في الاول قالت لي غادي واخا نحيدهم بالبرا، حيت شي وحده قالوا لي ممكن تحيدو بالبرا تغيب عمري بالبرا ويعاودوا يرجعوا. ودابا ثاني قالت لي لا، من الاحسن خصك تحيد زعما يستأصلوا. لا هما لا تحيدوا بالماء، امتى خاصهم يتخوا من ذاك الماء اللي فيهم، ذاك السائل اللي فيهم. الا كانوا كيديروا وجع والم، الا ما كانوا كيديروا لا الم لا حتى شي حاجه، دوك لي كيست صافي تخليهم، ما تزولي الماء ديالهم، ما تزولي حاجه. كل سنتين ديري ايكوغرافي ماموغرافي. عند شي راديولوج اللي كيدير لي ماموغرافي ايكوغرافي يعني مزيان صافي، وكوني مهنيه منسي هذا المشكل هذا، لانه مشكل كثير بزاف، وخصوصا تكون الاكياس كثيره بزاف، هذا من العلامات انهم ماشي خايبين، ماشي اكياس اللي يعني تقدر يعني تدي لا قدر الله للامراض السرطانيه. ناخذ ام اكرام من مكناس. الو ام اكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله اي مرحبا لاله. شكرا لاله، الله يبارك فيك. بارك الله فيك، لنا عليك، شكرا لك بزاف ام اكرام. ما كنسمعوكش مزيان ام اكرام. الله يخليك، للاسف ما كيسمعش مزيان. شكرا لك بزاف ام اكرام، نتمنى انك ترجعي تواصلي معنا مره اخرى. ناخذ ليلى من الدار البيضاء. الو عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ليلى. اختي شكرا بزاف بعد على هذا البرنامج وعلى الاذاعه كامله من الصباح حتى الليل، يعني كلشي برامج ديالكم رائعه وكتفيدنا بزاف. شكرا اختي. الله يخليك، بغيت نسول الدكتور. ايه تفضلي. انا الحيض تقريبا كنعرف غير الا درت لابيلين، لما درتش لابيلين ما كتجينيش نهائيا. تقريبا السنه اللي فاتت من الصيف ما كنتش كنديرو مده 6 شهور كيشفت لي راسي حامله. من بعد دوز ودرت شي تحليل ما لقيت عندي لا حمل لا حتى شي حاجه، وقالت لي الطبيبه خصك تعاودي عاوتاني تاخذي الحبوب ديال منع الحمل باش تجي. المهم دابا ملي كناخذ الحبوب كتجي، كتكون عندي الحيض عاديه، غير هي المشكل ملي تنسالي الحبوب كتبقى تقريبا ما بين 10 ايام حتى 12 يوم عاد كتجيني الحيض. نعم. درت التحاليل ديال الهرمونات كانوا عندي مزيان. شحال السن ديالك لالا؟ عندي 35 سنه. نعم. ودرتي ليكوغرافي؟ درت ليكوغرافي، كيقول لي ما عندك حتى شي مشكل، غير هي واحد القضيه انا عندي شويه سمنه. واش عندك؟ سمعناك؟ قلت لك عندي شويه سمنه، ما عرفتش واش سمنه. واش من السمنه هادشي اللي مخلي لي هاد المشكل اولا؟ السمنه من العوامل يعني الكثيره اللي كتؤدي لهذا المشكل هذا ديال، يعني اللي كتزيد في هذا المشكل ديال انقطاع الدوره الشهريه. انت لالا درتي التحاليل ديال الهرمونات، درتي التحاليل ديال الغده الدرقيه لاتيرويد؟ كنت دايرها كانت عندي مزيان. ودرتي ديال البرولاكتين؟ لا. دونك خاصك ديال الهرمون الحليب. خاصك ديال ديال الهرمون الحليب ولي زوندروجين يعني التستوستيرون يعني الهرمونات الذكريه. هذه المسائل كلها اللي كتبين لنا واش كاين شي مشكل هرموني. دونك الاسباب راها معروفه، كاين اسباب هرمونيه وكاين اسباب يعني ديال التوتر ديال القلق ديال هذه، كاين سوء التغذيه الرياضه الكبيره وسميتو هذه. اذا شوت نصحها على اساس انه دير بيلون ديال كومبلي يعني 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 يكون كامل. عندك كل ولاد لالا ياك؟ عندي ثلاثه ديال الاولاد. دابا بنتي في عمرها 6 سنين صغيره تقريبا، ملي ولدتها ما بقاتش عندي الحيض مزيان. دابا يعني خديت لابيلين كتجيني، ما خديتش ما كنشوفهاش نهائيا. اذا المشكل انت لالا عندك ماشي مطروح بواحد الشكل اللي كبير اللي حاد زعما كاين اللي صايب. المهم دير التحليل هادو باش تعرفي شنو هو السبب. الا ما كانش السبب، دونك تيبقى غير سبب يعني وظيفي، واحد الخلل هرموني اللي ما كنقدروش نتحكموا فيه، الا لما عطينا هاد الحبوب ديال منع الحمل. يعني ماشي السبب انها
باغا تمشي يعني كيف كنقولوا كتمشي زين يعني قربات تنقص. هذاك الشيء كيبان في التحليله ديال الدم، يعني داك الهرمونات الاف اس اش والاستراديول هما اللي كيبينوا. يعني هاد التحاليل غادي دير هاد البيلون كيبين نورمالمون مع استشاره طبيه غادي كيبين واش عندك داك ما يسمى مينوبوز بريكوس، يعني قبل يعني انقطاع الدورة الشهرية قبل يعني السن سن اليأس من الإنجاب دونك هاد الهرمونات هما اللي كيبينوا هاد الحالة هادي سميتها واش كاين ولا ما كايناش. معنا مكالمة من عند سعاد من قول ميم. ألو ألو سعاد. ألو دكتور بخير. الله يبارك فيك لاله بارك الله. شكرا على النصائح ديالك. عفاك السؤال ديالي دايره ستيريليزاسي 12 نعم وعندي الدوره 24 دائما 24 كتجيني لي غاكل. نعم هذا بغيت نشوف زعما واش الطبيب واش هادشي عادي ولا كتجي كل 24 يوم كتجيك لي غاكل 24 يوم كتجيني غاكل. هذه مساله عاديه، حنا كنعتبروا بان يعني دم الحيض كتجي كل 28 يوم يعني هذا هو المعدل، ولكن كتبقى الا كانت كل 21 يوم حتى كل 35 يوم حنا كنعتبروا ما كاين حتى شي مشكل، خصوصا الا كانت منتظمه وكتجي في نفس سميتو هنا ما كاين حتى شي خلل. واخا عندي سؤال اخر. الله يتفضل سعد. عندي واحد البنت في العائله عندها 12 عام ونص. نعم. بلغات هذه 3 موا وكتجيها بحال قلتي غير انقطاط في اللون البني، ما عندهاش الدم اللي هو احمر وما عندهاش زعما بحال قلتي غير انقطاط في البني وهذه 3 موا باش بلغات. هذا السؤال يعني سبق جاوبنا عليه. هذا السؤال كيعني بان هذه البنت هذه عاد بلغات كيف ما قلنا باقي النضج ديال هذاك السيستم اللي كيتحكم في الاباضه باقي ما باقي يعني ما وصلش للمرحله الناضجه يعني بطريقه سليمه. شكل ديال القطرات ومن بعد شويه يعني ما كنحكموه هنا ما كنقولوا ان كاين مشكل حتى من بعد سنه او حتى لسنتين، يعني من بعد ان شاء الله تكون الامور يعني من بعد سنه ولا سنتين ودائما كيجيوها غير على شكل قطرات هكا قليله. الا ما تقدتش يعني ما بقاش كتجي نورمال يعني ما بقاش يعني ما ولاش كتجي يعني كل شهر وكتجيب واحد الكميه وواحد خاص كنحكموا ان كاين استشاره خاص من استشاره. ناخذ بشرى من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بشرى. سلام حسن لاباس. الحمد لله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك شكرا. عافاك الله يخليك بغيت نصور. اي تفضلي. اذا كان ممكن. اي معك مباشره. عندي واحد المشكل دابا 3 سنين. شنو هو؟ دم الحيض ما كتحبش مني. يوميا. دابا شي عام في رمضان اللي فات مشيت عند الطبيب وداك الشيء وكان دارت معايا التريتمون مره ما كاين حتى شي فائده. في رمضان درت واحد بحال ذاك واحد الكاميرا للرحم. اي. وقالت لي عندك لي فاريس في الوالده كيتفرقعوا. وركبت لي ديك ستيريل اللي كتجي من برا. عرفت. وقالت لي غادي تحبس لك لي غالي. بقيت مورا هكاك وانا كندوز دائما باللي غالي يعني ما دائما انا عندي الحيض. ما كيتوقفوش. شحال السن ديالك يا لاله؟ 39 سنه. 39 سنه. عندك وليدات؟ عندي 3 وليدات. نعم. ما عندك شي مشاكل صحية أخرى؟ لا عندي أنا غنجيك في الهضرة. فاش عاودت رجعت عندها قالت لي كاين جوج حلول، إما نحيدوك قالت لي غنعاود ندير لك واحد العملية نحيد لك الغشاء ديال الوالدة. ولكن قالت لي مع المدة يقدر يرجع. نعم. ولا قالت لي نحيدو الرحم. نعم. أنا قلت لها واخا نحيدو الرحم ولكن أنا عندي مشكل آخر ديال النبولة. مالها؟ كانت قالت لي يعطيني شي عند الطبيب ديال النبوله ديالك يعطيني الكونترون ديال شنو كاين. قال لي هو ما يمكنش تحيدي الرحم. علاش؟ حيت النبوله كان وقع لي واحد المشكل درت لها شحال من عمليه، اخر عمليه لصقوا لي الرحم مع النبوله. واحد العمليه ما عرفتش قال لي سميتها ما بقيتش عاقله عليها. المهم الرحم لاصق مع النبوله، لا حيدت الرحم النبوله ما عندهاش فين غتلصق. ماشي يعني كتكون العمليه صعيبه ربما صعيبه. قال لي ما يمكنش بغيتي يكون جينيكولوج وطبيب ديال النبوله وخاصنا وصعيبه بزاف تقدر تنجح ترجع لك النبوله حيت النبوله قاسيت معاها بزاف تقدر ترجع لك كما كانت تقدر لا. نعم. في هذه الحاله كيف ما قالت لك الطبيبه يعني هذاك العلاج الا ما كان عندك لا فيبروم لا بوليب لا والو يعني انا كنديو على الكلام اللي قلتي لينا. في هذه الحاله كيف ما قالت لك الطبيبه اول شيء تعملي هذاك استئصال داك التجويف ديال الرحم اللي من الداخل كتسمى لوندوميتريكتومي ديريه يعني بالمنظار الرحمي. هذا كيعطي النتيجه تقريبا واحد 90% اللي كيتحل فيها المشكل.
دونك هذا هو الحل الوحيد اللي عندك بالنسبه للحاله ديالها. بما انه هي قالت عندنا مشكل، انا ما عرفتش المشكل ديال البوله شنو، ولكن ما نظنش كاين شي مشكل اللي كيمنع بصفه قطعيه يعني استئصال الرحم. ناخذ فتيحه من الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فتيحه. بعد اولا الله يبارك فيك. الله يخليك. انا الموضوع ديالي هو اللي هضر عليه الطبيب. انا عندي فيبروم دو 5 سنتيمتر والعمر ديالي 45 عام، وتجيني لا غاغل مجهده بزاف، ولكن تجيني مصادمه لو 25 تجيني، ودائما عندي الحريق حيت انا ما ولاش دائما عندي الحريق، وديما عندي الحريق في الجنب اليمين من تحت الجدر ديال فخذي، واحد الحريق مجهد بزاف، خاصني ضروري ناخذ عليه الدواء. واحد المره حتى الطريق كاع مشي. دابا ملي شفت الطبيب واحد قال لي غادي نتسناو لا مينيبوز، يمكن هاد لا فيبروم اللي عندك تمشي مع لا مينيبوز. وواحد جينيكو اخر قال لي لا، خاصنا ندير واحد العمليه ونحيدو الفيبروم باش ما تبقاش تجيك لا غاك مجوجده، حيت عندك مشكل ديال فقر الدم. دابا انا محتاره. انت لاله ما عندكش وليدات؟ لا ما عنديش الاولاد، وعندي 45 عام يعني حتى الوقت مشى. وهذا المشكل ديال هذا المشكل ديال الالم اللي قلتي كيجيك مع لي غاكل مع لي غاكل. يعني هنا عندك ان فيبروم، خاصك ديري ان تريتمون. الا كان عندك فقر الدم يعني درتي دواء ديال فقر الدم. يعني الا كان دواء ديال فقر الدم ربما كافي، يعني كتاخذيه بطريقه منتظمه وما كاين حتى شي اشكال وكافي باش ان فقر الدم ما كيبقاش فهاد الحاله هذه، ممكن تنتظري ربما هذا المشكل هذا يتحل من بعد المينوبوز. الا كان فقر الدم يعني رغم الادويه وسميتو وبقى عندي فقر الدم، هنا الحل اللي كاين هو يا اما استئصال الفيبروم على حساب المواضيع ديالو، او استئصال الرحم بطريقه جذريه. دونك الحلول راه باينه، ما كاينش حلول كثيره. واش انا داك الالم اللي تيجيني واش تيكون من الفيبروم ولا الم ديال قدر يكون من الفيبروم؟ قدر يكون من الفيبروم. غير الله يخليك، واحد سؤال. انا هذه تقريبا 7 سنين كانوا عندي دو فيبروم، واحد فيرغيسانك واحد فيرغيناف. وواحد الطبيب بقيت كل سي موا تنقلب قال لي شوفي هادو غادي يمشيو. دابا بقى قال لي ما تبقيتش تجي دابا واحد المده على عام. انا ما مشيت على عامين، ملي مشيت على عامين لقيت فيبروم دو 5 سنتيمتر. ما عرفتش واش هادوك دابو هذا جا جديد ولا ربما يكونوا هادوك يعني كيما قلتي دابو هذا جا جديد، ربما يكون واحد فيهم اللي كبر وكبروا. نعم، قال لي يمكن يكونوا هما تلاقاو مع بعضياتهم وكبروا. لا ما كيتلاقاوش، لا ما كاينش هادي، يا اما واحد فيهم كبر يا اما. المهم هاد المساله ديال فيبروم تبقاي دير كل 6 شهور ديري واحد ليكوغرافي باش تشوفي واش كبر ولا صغر، هذه ما عندها حتى شي فائده، ما عندها حتى شي اهميه. الا كان الفيبروم ما كيديرلكش المشاكل راه كتخليه، الا كانت المشاكل راه خاص تزولي. الا كانت اعراض مصاحبه ومضاعفات ما فين تيكون، راه ما كاين يعني ما كاينش الفائده من واحد يدير ليكوغرافي لو كونترول. اذا مستمعينا مازال غنستقبلوا مكالماتكم الهاتفية وجاوب عليها الدكتور عرباوي عبد الصمد أخصائي في أمراض النساء والتوليد بعد الفرج. ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتور عرباوي عبد الصمد أخصائي في أمراض النساء والتوليد بالمجمع الطبي الوفاق بتمرة الرباط، اللي ممكن تكلموا معاه على اضطرابات في الدورة الشهرية. نواصلوا باقي المكالمات. معنا كوثر من المحمدية. ألو كوثر. ألو كوثر. ناخذ خديجة من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله خديجة. سناء كبيرة لاباس. الحمد لله الله يبارك فيك. شحال نبغى نهضر مع الدكتور. اييه تفضلي. السلام عليكم دكتور. سناء مرحبا. لاباس بخير. الله يبارك فيك لاله. أنا عندي لي غيكل منتظمة تجيني على 23 يوم، تجيني على 28 يوم. وهاد الأيام متبعة مع جينيك وداكشي، ملي كنت درت الغاديو الكبير ديال الكورونا وداكشي، قال لي عندك مزيان خرجك مزيان، وكنت درت هذيك التحليلة ديال كثرة الحموضة. خرجت لي ما مزياناش، ودابا قال لي غتعاوديها بالدواء. اش من تحليلة درتي ديالاش؟ ديال كثرة الحموضة في لاكليغو في القد في الوالدة ديالي. قال لي هذه ما خرجتلك مزيانه، قال لي غتعاوديها بالدواء. داكوغ، عنده الصح في المساله هذه. قال لي غتعاوديها بالدواء، وقال لي الا خرجتلك مزيانه بالدواء راه تيكون زعما فهمت تيكون الحل، ما خرجتلك مزيانه عندك عيدك الحل الاخر ديال ديال الانسيميناسيون. تلقيه. اييه هذه كتبقى. شحال السن ديالك لاله؟ انايا 29. 29 سنه ويعني دورة شهرية عندك منتظمة، ما كاين حتى شي مشكل آخر. تجيني على 29 يوم، على 28 يوم،
ما عنديش فيها مشكل. نعم ودرتي التحاليل ديال الهرمونات وديال سميتو داكشي؟ لا داك ما درتش، درت الراديو الكبير ديال الوالده ودرت هاد التحليله اللي ديال سميتو هذه اللي قال لي الطبيب، خرج عندي داك المشكل ديال بحال هذاك اللي قلت لك عندي بحال داك الماء ديالي انايا ما والزوج ديالك دار التحاليل ديالو؟ لا عنده مزيان، كل شيء عنده مزيان. صافي اوكي، ايوا هادشي اللي مهم. يعني دكتور كيف ما يعني بدا بغات تشرح على اساس انه ديك لاكليغ داك الماء اللي تيكون في لاكليغ يعني كيقتل دوك الحيوانات المنويه. اييه طبيعي الحال. دونك دابا هي السيده خصها دونك عطاك دي زوفيو ياك؟ عطاك دي زوفيو. عطاني واحد عطاني الدواء قال لي شربيه وديري التحليله باش نعاود نشوف اذا خرج لك فيه، راه الحل الوحيد اللي عندك هي هذيك الانسيميناسيون يعني الا تقاد بالدواء. بطبيعه الحال غير هو الا تقاد كما قلنا بالدواء سميتو دونك راه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن خصك دير التحليل ديال الهرمونات لان واخا كاين هذا السبب هذا ربما كاين واحد السبب اخر ديال الهرمونات، يعني قبل ما تصب لي في ادويه وداك الشيء ولا بدا خصك ديال الهرمونات خصوصا. نعم هو قال لي عندك سميتو حقاش كنمشي عنده في ديك فتره الاباضه وداك الشيء، يقول لي عندك سميتو عندك داك الشيء مزيان، قال لي كلشي كنشوفو عندك هنا مزيان. ايه ولكن التحليل ديال الهرمونات ما كيتبانش، يعني الشكل ديال لي زوفاغ وداك الشيء واخا يكون الشكل مزيان ولا بدا ما خصش التحليل ديال الهرمونات. الهرمونات كتقصد به يعني ديال الهرمون الحليب داك الشيء؟ الاف اس اش، الالاش الهرمون الحليب الاف اس اش هادو خصوصا هادو يعني طلب طلب يعني تحاليل ديال الهرمونات خصوصا الا بغا يدير ليها الا كان غادي الجا انه يدير لك التلقيح يعني قبل ما التلقيح ولا بدا ما خاص يدير لك واحد التنشيط المبيض بواحد 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 الحقن يعني البراوات. ايوه نعرفوا الحاله ديال لي زوفاغ يعني الافرازات الهرمونيه ديالهم وديال 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 الغده النخاميه، لان باش نعرفوا اش من بروتوكول نستعملوا في هاد في هاد باش يكون علاج متكامل، ما يمكنش نمشيو لواحد الحاجه وحنا ما شفناش حاجه اخرى باش كنعرفوا. بطبيعه الحال ربما يكون عندها واخا السيده اللي عندها لي راجل يعني حق الشهر كتجيها كل شهر ومقاده، ما كاينش 100% بان عندها كل شهر اباده وهادي وهادي، فهمتي؟ ممكن لان حق الشهر كتعني بان الغشاء ديال الرحم الداخل اللي تيخدم مزيان وكطيح في الاخر، يعني ما كاينش بان كاينه كل شهر اباده. دونك ولا بدا ما خصك ديري جميع التحاليل ديال يعني بقات لها التحاليل ديال الهرمونات ديال الهرمونات وباش تعرف اشنو هو الطريقه اللي غديري في الدواء اللي غادي تلجا قبل ما التلقيح، لربما يكون يعني علاج بالادويه قبل ما يكون التلقيح. معنا مكالمه اخرى، شكرا لك بزاف. معنا كوثر من المحمديه. اهلا السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله كوثر. السلام دكتور، السلام عليكم. الله يبارك فيك، كنتمنى يدخل لكم هذا الشهر بالصحه والعافيه يا ربي امين. حنا وانتم شكرا. الله يخليك، بغيت نسول الدكتور. انا عندي مشكل، عندي الوالده ديالي على شكل قلب، ما عنديش رحم ديالي لا فورم ديالو مقاده، وكنت حملت ودرت فوسكوش على 3 mois، ومن بعدها ما بقيتش حملت تقريبا دابا عامين، وتبعت مع واحد الطبيب دار تريتمون ديال 3 mois، عطاني دي كومبريمي وهذا، وفي التالي دقيت واحد ليبرا صافي وما عجبش الله. نعم وكنتي حملتي ووقع لك اجهاض في اول الحمل؟ ما كملتش 3 شهور حتى النمو ديال هذاك الجنين ما كانش نورمال ديال هذاك، ما تعطيش هذيك 3 مثلا، عنده بريسك 3 mois كان. نعم. الحجم ديالو صغير بزاف. نعم هو هذا اللي تسمو لي زيتيريس بيكورن، يعني هذا اللي تيجي على شكل ديال القلب، هو ماشي من الاسباب ديال عدم وجود يعني عدم الانجاب، هو يقدر يكون من الاسباب ديال الاجهاض او الاجهاض المتكرر، ولكن في غالب الاحيان النساء اللي كيوقع عندهم حمل مع لي زيتيريس بيكورن في غالب الاحيان يعني ما كيكونش هذا المشكل ديال الاجهاض، يعني قليل. اذا في هذه الحاله هذه خاصك ولا بد لا ما ديري جميع التحاليل الاخرى من غير يعني درتي انت الراديو ديال كنظن درتي الراديو ديال 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 الرحيم، خذي التحاليل الاخرى ديال الهرمونات انت والزوج ديالك، ربما الزوج ديالك اللي عنده مشكل او ربما انت عندك مشكل ديال الهرمونات، ربما نحتاجوا نديروا لك واحد يعني التنشيط المبيض باش يكون عندك انجاب ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع لموضوعنا، في حاله يعني اضطراب الدوره الشهريه واش ممكن يعني في اي حاله ممكن يعطينا يعني نزيف دموي حاد ويعطينا فقر الدم؟ النزيف الحاد في الغالب
كنقلبوا على بعض الاسباب العامه وبعض الاسباب الموضعيه. الاسباب الموضعيه هي لي فيبروم لي بوليب ما يسمى باللادينوميوز يعني البطانه المهاجره وبعض التهابات في الرحم التهابات في الحوض يعني بزاف المشاكل الموضعيه قد تؤدي لهذا المشكل. هذا المواضيع الاسباب العامه هي الاسباب الهرمونيه في الغالب من بينها كاين لي سيندروم دي يعني تكيس المبيض وخا حتى في الغالب كيؤدي هو خصوصا للاضطرابات الدورة الشهرية يعني انقطاع الدورة الشهرية يعني كاين اسباب كثيره كاين الكيلي بوليب كاين اللي في كاين ان شاء الله غادي نحاولوا نفصلوا فيهم يعني في الاسابيع المقبله ونعرفوا العلاقه ما بين هاد التكيسات ولي بوليب والفيبروم وهاد الاضطرابات ديال الدوره الشهريه. الا سمحتي اخر تساؤل في ختام لقائنا اليوم بالنسبه يعني للفتيات اللي كيكون عندهم هاد الاضطرابات في الدوره الشهريه ويعني الطبيب يعني كينصحهم بالعلاج ديال حبوب منع الحمل، واش مازالين يعني كعلاج في حبوب منع الحمل ولا كاين دابا ادويه اخرى؟ لانه في الغالب الفتيات ما تيتقبلوش على انهم غياخذوا يعني في داك السن من البدايه يعني داك السن هذوك حبوب منع الحمل لانه هي اللي كتساعدهم على انه يتقاد لهم يعني لو سيكل ديالهم. السيده باش يتقاد لها لو سيكل ديالها راه ما كاينش في الغالب ما كاينش ادويه من غير الا كانت بعض الاسباب. مثلا هذه الاسباب هذه ربما السيده اللي عندها مشكل ديال هرمون الحليب نقدر نعطيوها ان تختمو باش كنهبطوا لها داك هرمون الحليب باش نقادوه ليها. في بعض الاحيان السيده اللي عندها مشكل ديال الغده الدرقيه نقطيا تنديروا تنشوفوا يعني كنشوفوا ديك الغده الدرقيه شنو الهرمونات كيفاش دايرين نحاولوا نصلحوا لهذا المشكل هذا. الا ما كانتش هذه المشاكل هذه في الغالب ما كاينش دواء لان السيده عندها النظام ديال الذات ديالها هو هذاك وكما كوك عندها يعني فيزيولوجيكمون يعني عندها هذا الدوره بهذا الشكل هذا ما عندناش علاجات. العلاج اللي كاين هو هذا لابيلي اللي عاد كتقاد يعني كتعطي دي ريغل ارتيفيسيال يعني كتقاد ليها لو سيكل وهذا الشيء اللي يعني علميا ما كاينش علاجات كثيره. دكتور عرباوي عبد الصمد اخصائي في امراض النساء والتوليد بالمجمع الطبي الوفاق بتمر الرباط مشكور جدا على كل هذه النصائح اللي قدمتين اليوم. التقي بك ان شاء الله في الاسابيع المقبله. نبقاو دائما في الاضطرابات ديال الدوره الشهريه. شكرا لكم وسمعنا لحسن المتابعه والاستماع. البرنامج للمولاتي.